أنا عندي سؤال قول. بس، أيامه الأخيرة كيف كانت أيامه الأخيرة بعد حريق البيت وبعد ما توفى صديق عمره عبد المنعم مدبولي، لأن هو توفى بعديه بشهرين تقريبا، ايوه وبعد الحريق اللي حصل في البيت وضياع المكنسات، كيف كانت حالته؟ 2006 عامل حزن زي ما بنقول بالظبط بالنسبة له. بالظبط، كيف كان لا كيف لا، كان كان بص، هذا كان الجو الحزين بالنسبة له؟ عارف اللي هو بيقول ايه يا فندم، هو في 4 حاجات هي اللي اثرت فيه جدا. واحد يعني، واحد طبعا حريق البيت، موت استاذ مدبولي، وفاة سناء يونس، وكان عندي انا مشكله اثرت فيه جدا. فال4 حاجات ديت، فكان يمكن من اول 2006 او من، لا، من بعد الحريق وهو خلاص نايم، وايه حسيت من فيه انه بيقول خلاص انا كده كفايه، عملت كل حاجه فكفايه. فكان نايم طول الوقت، او مش يعني مش واعي الدنيا ماشيه ازاي، وكان خلاص زهد الدنيا. من جواه بيقول انا عملت كل حاجه وكفايه عليا كده، طيب استاذ لحد محمد، لما توفاه الله. بس طبعا اتاثر جدا بال4 حاجات بكل تاكيد، دول. مين من ابنائه اخذ طباعه الشخصيه؟ انا بس يعني انا عصبي اللي برضه واخد وبتزعق والاولاد بينزلوا ايه؟ تحت، عصبي وبتزعق والاولاد بينزلوا تحت الترابيزه برضه. يعني لما بزعق صوتي عالي، وحساس. بس لا، الولاد ما بقوش ابني ما بقاش بينزل تحت، بس بقى بيرد عليا دلوقتي. بس تحت حساس الجيل زيه، الجديد. افندم، حساس زيه قوي قوي، ودمع قوي، ودمعتي قريبه قوي. ليه ما مثلتش؟ والله هو مش رفض، هو شوف، اقول لحضرتك حاجه، زي ما الأستاذ كان عنده الموهبة من هو في المدرسة، كان مصمم عليها. واللي خلاه، عشان برضه أقول إن لما خلاه يشق طريقة التمثيل، وفاة جدتي اللي هي أمه. لما ماتت في، لما توفت في أيام الجامعة. فكان جدي زكي هو شجعه على دخول التمثيل. ليه انا ما مثلتش؟ لان انا بقى ثانويه عامه، قلت له يا استاذ انا عايز امثل. قال لي لا، كليتك الاول. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا، لازم يبقى معاك شهاده جامعيه، زي ما هو عمل، يعني هو خريج كليه التجاره. فبعد الكليه قال لي عايز تمثل ولا لا؟ قلت له لا، يعني كنت بقى دخلت في التجاره ودخلت في الحياه، هو ما كانش كده، ما لقاش يعني. وقال لي بعديها، قال لي لو كنت لقيت الحماس فيك ان انت عايز تمثل، كنت هساعدك في الموضوع ده. انما يعني ما لقاش ايه، لقاها انها مجرد هوايه او مجرد حب. غير مثلا عمر، انا عايزه اقول جينات. حاجه، انا معجبه قوي قوي بعلاقتكم، حاسه ان انتوا فعلا 2 صحاب بتحبوا بعض جدا. قوي. لا، اقول لك حاجه، ما تتصوريش، اصحاب في كل حاجه. في كل حاجه يعني جدا. فهو ما لقاش يعني، عمر ابني لما في المدرسه او من وهو صغير، وهو عايز يخش مجال الفن، واقول له يا عمر تعالى مش عارف ايه، لا اتفرج على افلام جده وبتاع كده، لحد لما صمم ودخل مجال الفن وبقى مخرج الحمد لله زي الفل. ربنا كده يعني يبارك لك فيه يا رب. وتفرح بيه. يا وانت رب. يعني انا حاسه بجد انت عندك نفس روح الاستاذ. ربنا يعني يخليك يا بجد. ست الكل. فانا بشكرك على المداخله دي، وكل سنه هو طيب، يعني ان شاء الله في مكان احسن اكيد، ونستمتع دايما باعماله. محمد فؤاد المهندس نجل الفنان، الاستاذ فؤاد المهندس، كل الشكر ليك.